فيها داك السيد خصو الاعدام الصراحه. دري صغير داك الشيء داك التكرفيس اللي شفنا في الفيسبوك وفي اليوتيوب وهادشي صراحه خصو الاعدام حيت بزاف اخويا. وهذه لما تعدمش غادي بحال تنشجعوا على حاجه واحد اخرى على حاجه اخرى. واش فهمتيني؟ هذا خصو الاعدام. واش شنو غيكون حتى اللي معارض ديال هادشي يعني تيساهم في هادشي ديال تخريب البلاد اخويا. هاد العقوبه راه بحال تنقولوا عبره لواحد اخر لهاد المجرمين اللي تيفعلوا هاد الخدم. راه عندنا خويا وليداتنا وعندنا خوتنا وعندنا دراري صغار هذا خصو يتربى. وخويا القضيه راه خاصها تزير لان هاد المشاكل راه كاينه كثيره ماشي اول واحد ولا اخر. هادشي راه كثير بزاف يعني كون كان واحد كيتحاكم بالاعدام كانت غتبقى عبره لكل شيء. ما كانش هادشي غيتطور وغادي يزيد لقدام. هذا راه خاصو سبع وخاصو الشوايه بجوج تخوى عليه ليسانس وتدخلوا عليه شي سبع. لقد آلمني كل الألم نبأ الاعتداء الشنيع البربري على الطفل عدنان. وقبل أن أصل إلى الحكم والإعدام الذي أنا بجانبه 100% هذه الظاهرة التحكك بالأطفال واغتصابهم ظاهرة موجودة إثنيا في بعض الأماكن. لن أسرد الأماكن إنكم تعرفونها. أتوجه بهذا الاستفهام إلى علماء الاجتماع والسياسيين والبرلمانيين والمثقفين والضعافين. هنالك هذه الشدود الإثنو سلوكي في بعض الأماكن. يجب على علمائهم وفقهائهم أن لعل الله على أن يعيدهم ويردعهم بصريح القول أنهم كفى من البغي والاعتداء على التحكك على الأطفال. معلوم حيت الإنسان دابا أي واحد هنا ولا السيبة في هذه البلاد هذيك أي واحد يدير هذا شيء داير شي لعيبة وهذا داير شي لعيبة. علاش هذا الإنسان بحال ذاك الدري الصغيور مثلا يموت فهمتي؟ ذاك الدري يموت صغيور وتقطع بحال هكاك ودولو داك الشيء ماشي حرام؟ علاش حنا ما يكونش عندنا شي حاجه مزيانه نقادو داك الشيء باش بلادنا حيت المغرب عندنا واعر زوين يبقى منور ديما. بالنسبه ليا اخويا انا الاولاد راه عزاز فهمتيني والدري باقي صغير ما باقي ما دار الذنب هذاك خصو يتعدم هذاك ويكون امام الواقع امام المجتمع فهمتيني باش الانسان باش تكون واحد العبره للناس الاخرين المجرمين الاخرين. حيت إذا ما كانتش العبرة غادي يولي أكثر من داك الشيء فهمتني. إنسان أنت تولد وتكبر وتصرف وتتولي إنسان عنده 11 عام وما فوق فهمتني يعني راه ما ساهلاش فهمتني. حنا مع تطبيق القانون حنا كنثقوا في الدولة ديالنا وفي القضاء ديالنا. حنا مع تطبيق القانون. وبالنسبة لتطبيق الإعدام حنا راه كنا المغرب سينا واحد الاتفاقية لان ما خصوش حنا مسينا اتفاقيه على قبل الاعدام ولا كنثيقوا في القانون ديالنا. ولا بغينا الاعدام خص القانون يتعاود يتعدل. راك عارف خصو كيتعاود يتعدل القانون خصو يدوز في الغرفه الاولى الغرفه الثانيه تنشر في جريده رسميه. هادشي غادي يطلب وقت وملي غيطلب واحد الوقت يقدر يتنسى هادشي. حنا كنثيقوا في القضاء ديالنا. ولا بغينا قانون الاعدام راه أنا نقول لك راه الإعدام تقريبا في المغرب آخر إعدام هو الحاج ثابت. هذيك دازت القضية دغيا ما عرفناش شنو كاين تما. وكن حنا عندنا ثقة في القضاء ديالنا هذا هو. أخويا في الحقيقة حنا متأسفين كمغاربة متأسفين من خلال هذه الجريمة. الطفل بريء مسكين تختطف من حدا المنزل ديالهم ومخمع الثاقل يعني مدة 5 أيام في نفس الدرب والعائلة ديالو كتظن على أنه يعلم الله فين في الثلث الخالي. يعني الله ياخذ فيه الحق. هذا ما كان وكنتمنى ماشي غير الاعدام شي حاجه يتحكم عليه بالقصاص في شي ساحه اللي عموميه ويبقى ترواجور تقريبا هو متعلق باش يكون عبره للاخرين. دابا المشكله ما كاينش عندنا الواحد هو في هذا الاسبوع هذا راه كاين شي 5 ديال الاطفال اللي راهم دابا متعتقلين من طرف ناس مجهولين راه كيديروا فيهم دابا اللي بغاو. يعني هنا خاص تكون توعيه من طرف الاباء خاص الاباء الام والاب يعني يعطي توعيه للاطفال ديالهم ويديروا لهم واحد ريبيتيسيون يعني ديال ما تمشوش معاه من والا ما تهضروا معاه من والا ولا طبيعه الحال الاباء والامهات عندهم دور كبير رئيسي حيت راه الكبده ديالهم راه الابناء ديالهم خصهم يهتموا 90% مع الابناء ديالهم. تاع علاش ولدتي ولد طفل يعني باش تصنع منه بطال باش تصنع منه شي موظف كبير باش يكون افتخار العائله فهمتي؟ يعني خصك تحضيه
ماشي كتلقى دابا بعض الاباء 90% من وقته ديال داك لا جورني كيعطي غير في المقاهي وكيتخلى على السياسه ديال الدار، ما كيسولش على الابن على الطفل. داك الطفل خصك تعطيه نهار وتا واحد مره في الاسبوع تخرجوا وتردوا عسكري جندي مجند، تقول له فوالا ما تثيقش، فهمتي؟ يعني خص الدور هذا الاباء كيلعبوا الدور هذا كبير.